حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام في الرافدين، نصل فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية. والبداية بأهم العناوين. البدو من المدى، زيارة الكاظمي إلى البصرة رفعت فيتو أحزاب تمنع ملاحقة خلايا الاغتيالات. في صحيفة البصائر، عوائل المفقودين الفلسطينيين تطلق مناشدة لمعرفة مصير أبنائهم بالسجون العراقية. في الهيئة نت، مقترح برلماني باسترداد الأموال المسروقة من الساسة الفاسدين بهدف حمايتهم. نطالع في صحيفة الزمان، انفجار على رتل لتموين التحالف الدولي في التاج شمالي بغداد. وفي العربي الجديد، مسؤول نووي إيراني، حريق منشأة نطنز كان نتيجة تخريب. وعنونت القدس العربي، محكمة في نيوزيلندا تبدأ جلسات للحكم على منفذ مذبحة المسجدين. وفي الشرق الأوسط، ترامب يعلن موافقته على استخدام إبلاز المتعافين لعلاج كورونا. نشرت صحيفة ساندي تايمز البريطانية تقريرا لمراسلتها في الشرق الأوسط لوزير كالاغان، قالت فيه إن الميليشيات في العراق تواصل استهداف الناشطين وأن لديها قائمة اغتيالات عليها 70 اسما. وذكرت كالاغان أن ناشطة في مجال حقوق الإنسان ريهام يعقوب كانت تقود سيارتها الأربعاء الماضي في شوارع البصرة الخانقة مع صديقتين، وكانت تعرف أن حياتها في خطر لكنها لم تعرف أن المسلحين كانوا وراءها. الدكتورة ريهام يعقوب كانت تعلم أن اسمها على قائمة القتلى التي تتداولها الجماعات المؤيدة لإيران في العراق، وتستهدف الأشخاص الذين انضموا وشاركوا في التظاهرات الداعية لتحسين الحياة اليومية وتوفير المياه الصحية والكهرباء في وقت تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية. وكان القتلة يتابعون الأسماء على القائمة واحدا بعد الآخر، فقبل 5 أيام قتل ناشط، وبعدها بيومين نجا اثنان من محاولتي اغتيال. ومن بين 70 اسما على قائمة الاغتيالات، لم يستطع سوى عدد قليل من الناشطين توفير المال والهروب من البصرة. وقال أصدقاء ريهام إنها كانت تخطط للهرب، ولكنها كانت تسوي مصالحها بما في ذلك مركز لياقة كانت تديره. وكان الوقت متأخرا حيث قتلت ريهام برصاصة اخترقت نافذة سيارتها. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن 3 ناشطين قتلوا على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين، فيما نجا 5 من محاولات اغتيال. وحاول مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي الحد من نشاطات وتأثير الميليشيات المسلحة، إلا أن واحدا من مستشاريه قتل، فقد اغتيل هشام الهاشمي الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، فيما يعتقد بشكل واسع أنها عملية انتقامية. وأضافت الصحيفة أن الميليشيات حاولت تصوير الناشطين والمتظاهرين بالجواسيس، وقبل قتل ريهام يعقوب وزعت صورة لها على القنوات المؤيدة لإيران وهي تحضر احتفالا للمرأة في السفارة الأمريكية ببغداد، دليلا على موالاتها الغرب. قسوة المشاهد لا تحتاج إلى تفسير. شبان من الناصرية في جنوب العراق لم يجدوا غير الجرافات وسيلة لاقتلاع مراكز الأحزاب التي يعتقدون أنها تستكمل جرف بقايا الدولة العراقية لترسيخ حكم الغابة. غسان شربل كتب في صحيفة الشرق الأوسط أن القتلى الممنهجة الذي مورس في ساحات الاحتجاج في بغداد والمدن الأخرى يفوق القدرة على الاحتمال. إنها درجة عالية من الاستبداد والوحشية وانتهاك أبسط الحقوق
مع قناعة راسخة لدى المرتكبين بالقدرة على الإفلات من العقاب. يزيد من صعوبة الوضع العراقي أن بعض القوى التي لا تؤمن بالدولة العراقية ومؤسساتها وقوانينها نجحت في التسلل إلى داخل الدولة وتنعم برواتبها وتسهيلاتها، ولأن الأحزاب التي استهدفت مقراتها هي أحزاب حليفة لإيران ترتدي معركة استعادة حضور الدولة العراقية طابعاً داخلياً وخارجياً في آن. يريد المحتجون استعادة قرار الدولة العراقية من الفصائل المسلحة وكذلك من الدور الإيراني الذي وفر لهذه الفصائل مظلة حماية دائمة. إذا كانت المشاهد الوافدة من العراق تعبر عن قسوة العيش بلا دولة، فإن مثل هذه القسوة تطل أيضاً من المشاهد اللبنانية رغم الاختلافات. إنها مأساة فعلاً أن تكتشف الأجيال الشابة أن عليها أن تخوض الآن معركة بناء الدولة التي كان يفترض أن تخاض وتربح قبل عقود. لا يبنى المستقبل العراقي باغتيال الناشطين وبحملة التضليل الإعلامية التي تهدر دمهم، ولا يبنى بالتأكيد بإطلاق الصواريخ لإخراج نفوذ خارجي لمصلحة نفوذ آخر. لا طريق إلى المستقبل من دون المرور عبر الدولة والمؤسسات. يمكن قول الشيء نفسه عن لبنان. ومن المخزي حقا أن المقتلة الأخيرة التي ألحقت دمارا بنصف العاصمة وتهدد بموجة هجرة غير مسبوقة لم تقنع بعض المسؤولين والسياسيين بالخروج من قاموس لا دولة. وأضاف الكاتب أن غياب الدولة التي تستحق التسمية يهدر دم الناس ويبدد ثروات البلد ويضاعف فرص التمزق. وذكر الكاتب إنها قسوة العيش من دون دولة فعلية في العراق ولبنان وكل الأماكن المستباحة المعلقة على حبال الترابط القاتل بين شراهات الداخل والخارج. مهمة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في أثناء زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن لم تكن سهلة، على الرغم مما يبدو أنه تحضير جيد للزيارة وللقاء الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين الأمريكيين. هذا ما ذكره خير الله في صحيفة العرب اللندنية، الذي أكد أن هذه الزيارة كشفت عن أن على الكاظمي القتال على غير جبهة وخصوصا الجبهات الداخلية في العراق. هل يمكن استعادة العراق كدولة ذات سيادة قادرة على لعب دور إيجابي في المنطقة بدل أن تكون مجرد مستعمرة إيرانية؟ طرح هذا السؤال نفسه مجدداً قبل زيارة مصطفى الكاظمي لواشنطن وبعدها وأثناءها، خصوصاً في أثنائها كان لافتاً تلك الجرائم التي ارتكبت في العراق بعيد توجه رئيس الوزراء إلى واشنطن. كانت تلك الجرائم رسائل إيرانية إلى الكاظمي الذي لم يتمكن سابقاً من حماية هشام الهاشمي في بغداد في مطلع تموز الماضي، ولم يتمكن قبل بضعة أيام من حماية الدكتورة ريهام يعقوب في البصرة. ليس أكيداً أن الإجراءات التي يتخذها الكاظمي ناجعة على الرغم من كل النيات الحسنة التي يظهرها. فبعد انتهاء زيارته لواشنطن توجه إلى بغداد ومنها مباشرة إلى البصرة التي شهدت اضطرابات شملت إحراق مقر مجلس النواب فيها. كان غضب أهل البصرة كبيراً إلى درجة لم يوفروا مقراً لحزب موال لإيران إلا وهدموه. يبدو واضحاً أن إيران ترفض أن يكون في العراق رئيس للوزراء يمتلك هامشاً للمناورة. لا يمكن أن تقبل التعاطي مع العراق تعاطي الند للند، تجهل أنه لا مصلحة لها في معاداة العراق والعراقيين والسعي إلى إخضاعهم. وأضاف الكاتب أن إيران تتجاهل البديهيات، تتجاهل أنها مرفوضة من العراقيين، وأن أهم دليل على ذلك إحراق العراقيين القنصلية الإيرانية في النجف 3 مرات.
تتجاهل أيضا أن قاسم سليماني قتل بغارة أمريكية في العراق وهي لم تستطع الرد على الأمريكيين. كل ما تستطيعه هو الرد على العراقيين عن طريق ميليشياتها الموجودة في كل مكان من بغداد إلى البصرة. في أثناء مقابلة أجرتها معه إحدى القنوات التلفزية، تحدث رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي عن هيبة الدولة، واصفا إياها بأنها ضائعة ومستشهدا بوجود مدن شبه ساقطة كالناصرية. قاسم حسين صالح ذكر في صحيفة المدى أن من يتابع هذه المقابلة التلفزية استنتج أن هيبة الدولة عند المالكي تعني طاعته، ومن يخالفها فهو فوضوي ومخرب. المالكي هو المسؤول الأول عن استعادة هيبة الدولة لأنه تولى رئاسة الوزراء 8 سنوات. صحيح إنه واجه احترابا طائفيا وحربا داعشية شرسة، لكن هذا لا يعفيه من إمكانية استعادة هيبة الدولة. فلنبدأ بمساءلته عن أخطر معيار أنهى هيبة الدولة في زمنه، الفساد. وله في العراق حكاية، غير أن الحال في عهد المالكي كان أسوأ وأقبح وأوقح، يثبته أكثر من شاهد موثوق. نسوق ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست بعددها الصادر في 23 من أيلول سبتمبر 2008، بأن 13 مليار دولار من أموال الإعمار أهدرت أو نهبت عبر مشاريع وهمية وعناصر فاسدة في الحكومة العراقية. وانتقل العراق في زمنه من المرتبة 137 عالمياً والأسوأ في الفساد بين الدول العربية إلى المرتبة 160، ليحتل المركز 3 عالمياً والأول عربياً وفقاً لتقرير المؤشر العالمي للفساد. شيوع الفساد لم يسقط فقط هيبة الدولة، بل أسقط قيماً أخلاقية ودينية أوجزها المتظاهرون بأهزوجتهم باسم الدين باجون الحرامية. وتحول الفساد في زمنه من فعل كان يعد خزياً إلى شطارة، والدولة صارت محاصصات وليست دولة مؤسسات. وفي زمنه صارت بغداد العاصمة الأسوأ في العالم، وتحول شارع الرشيد إلى طريق قذر، رغم أن سعر برميل النفط في زمنه زاد على 140 دولاراً. وأضاف الكاتب أن أفعال المالكي لم تتطابق مع أقواله، فهو يصرح مؤكداً أنه مع التظاهرات ويجب تحقيق مطالبهم المشروعة، بينما يتجاهل أن التظاهرات بدأت في شهر شباط من عام 2011 أيام كان هو المسؤول الأول، وما استجاب، بل صعد قياديون من حزبه الحاكم على سطح البناية المطلة على ساحة التحرير ليعطي أوامره بإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوق مشروعة. خمسة عشر عاماً في لبنان كأنها 50 عاماً، آخر أسابيع منها كانت أقسى وأفظع من جريمة اغتيال رفيق الحريري بمضاعفاتها السوسيولوجية والكيانية نتيجة تفجير مرفأ بيروت. 15 عاماً كي تعلن المحكمة الدولية حكمها، والذي اتهم شخصاً واحداً في حزب الله بارتكاب هذه الجريمة الكبيرة. سعد كيوان ذكر في صحيفة العربية الجديدة أن الحريري ظل حاضراً في ذاكرة اللبنانيين وفي يومياتهم في كل هذه السنوات بفعل القضم التدريجي للسلطة الذي بدأه حزب الله في عام 2005. سنوات عاشها اللبنانيون وجمهور الحريري بشكل خاص على موعد مع الحقيقة والعدالة، فكانت بمثابة طريق جلجلة مجبول بدم أكثر من 10 شهداء اغتيلوا بعد الحريري من سياسيين وصحفيين وقادة رأي على مدى 8 سنوات، ثم احتلال وسط بيروت 2.5 سنين، وغيرها من الأحداث التي كانت تهدف إلى ملء الفراغ الذي خلفه اغتيال الحريري في السلطة من جهة وخروج القوات السورية من جهة أخرى. وكانت هذه المحطات والأحداث تزيد من انتظارات اللبنانيين وتعطشهم إلى معرفة الحقيقة والاقتصاص من القاتل وتحقيق العدالة بعد عشرات السنين من القتل والإجرام.
وترفع من سقف توقعاتهم وتدفعهم إلى أن يعلقوا أمالهم على محكمة دولية أريد لها أن تكون بديلاً عن القضاء اللبناني الذي طوعه النظام الأمني السوري اللبناني، وأن يبنوا حولها مشاريعهم ومستقبلهم وأحلامهم بالحرية والحياة. وفي وضع حد للاغتيالات السياسية 15 عاماً لكي تصدر حكمها بتجريم شخص واحد فقط من الخمسة من حزب الله المتهمين منذ عدة سنوات، كما أنها لم تتهم أي من أجهزة النظام السوري ولا تمكنت من إثبات وقائع حسية ملموسة تثبت تورط نصر الله أو بشار الأسد انطلاقا من هذه النظرية. ومن هذا الفهم لدور المحكمة تبدو خيبة الأمل كبيرة وصادمة. وذكر الكاتب أن السنوات 15 هي بمنزلة فرصة جديدة تفتح أمام لبنان الجريح لعل بإمكانها أن تعينه على مواجهة تحد جديد، زلزال مرفأ بيروت والأصعب والأقسى والأشد ألما والذي بدأت مضاعفاته تحفر عميقا في جسم التركيبة اللبنانية الشديدة الحساسية والتعقيد، وخصوصا إذا كان المسبب والفاعل هو نفسه. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في تسريع اعتماد استخدام لقاح لفيروس كورونا قبل الانتخابات الأمريكية المقررة في شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وأضافت الصحيفة أن إدارة ترامب تدرس تجاوز المعايير التنظيمية الأمريكية الاعتيادية، وذلك لتسريع استخدام لقاح تجريبي بريطاني ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية قبل الانتخابات الرئاسية. الصحيفة تقول إن أحد الخيارات التي يتم دراستها لتسريع توفر اللقاح قد يتضمن قيام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بمنح ترخيص حالات طارئة في تشرين الأول للقاح الذي يجري تطويره في شراكة بين شركة أسترازنغا وجامعة أكسفورد، ويتوقف منح الترخيص على نتائج دراسة بريطانية صغيرة نسبياً. وعلى الرغم من أن الدراسة أجريت على 10,000 متطوع، إلا أن الوكالات العلمية التابعة للحكومة الأمريكية تقول إن اللقاح يحتاج إلى دراسة على 30,000 شخص على الأقل حتى يمنح الترخيص. وتشير الصحيفة إلى أن إتاحة اللقاح قبل الانتخابات قد يسمح لترامب بالادعاء بأنه أوقف انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 170,000 أمريكي، وذلك بعد انتقادات واسعة النطاق لطريقة تعامله مع الوباء. ويرجح التقرير أنه إذا سارعت إدارة ترامب في الحصول على الترخيص قبل الانتخابات من خلال الالتفاف على الإرشادات الحكومية العادية، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف ثقة الجمهور المهتزة بالفعل في سلامة اللقاحات. وفي الأسبوع الماضي صرح بيتر ماركس مدير مركز إدارة الغذاء والدواء المسؤول عن تقييم اللقاحات بأنه سيستقيل إذا وافقت الوكالة على اللقاح قبل أن تظهر البيانات النهائية أنه آمن وفعال، مهدداً بإخبار المواطنين الأمريكيين بأن هناك خطأً ما. وأضافت صحيفة أن تفكير إدارة ترامب في طرائق للتحايل على الإجراءات التقليدية قد أدى إلى نشوب صراع داخلي بين كبار العلماء في الحكومة. ففي حين أكد أنتوني فوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أهمية الصرامة العلمية، رأى منصف السلاوي مستشار اللقاحات في البيت الأبيض ضرورة المضي قدما باعتماد هذا اللقاح. تسعى شركة تسلا المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك للحصول على موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية لتصميم جهاز استشعار يمكنه معرفة ما إذا كان الطفل قد ترك وحيدا في السيارة. وبحسب الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في الولايات المتحدة، فقد توفي 52 طفلا بسبب ضربة الشمس بالسيارات في عام 2019.
وذكر موقع الخليج أونلاين أن هذه الشركة تريد استخدام مستشعرات الموجة المليمترية بمستويات طاقة غير مسموح بها بموجب القوانين الحالية. على وفق الملفات فإن جهاز سيلا سيستخدم 7 من هذه المستشعرات، موضحة أن هذا النوع من المستشعرات يمكنه الرؤية والكشف عن الأطفال حتى وإن كانوا ملفوفين بغطاء أو بطانية. وسيكون هذا النظام أيضا قادرا على معرفة ما إذا كان مجرد كائن كلب أو قطة مثلا وليس طفلا، باكتشاف الحركات الدقيقة كأنماط التنفس ومعدلات ضربات القلب والتي يمكن التقاطها لا يمكن التقاطها بالكاميرات أو أجهزة الاستشعار الموجودة في السيارات حاليا. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية غدا بإذن الله تعالى، صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.